الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت لو حد فاكر معايا، شفنا الفايل بتاعنا ماشي ازاي. شفنا from البيز ايمج بتاعتنا زي from مافن، زي الايمج ديت بتيجي منين، تمام؟ وشفنا ده كله واتكلمنا عن الدوكر هاب ونقدر نعمل بول ونقدر نعمل بوش واتكلمنا عن ده كله. ان شاء الله في الفيديو ده عاوزين نشوف ديتيلز اكتر، عاوزين نفهم الدنيا اكتر، تمام؟ انت واحد مذاكر الفيديوهات اللي فاتت، فانت يعني المفروض انت معايا على الخط. اللي هقوله ده في الفيديوهات اللي فاتت. قبل كده قلنا ان احنا اول حاجه جبنا ايه؟ جبنا المافل حطيناه صح؟ وبعد كده عملنا الفايلز، جبنا السورس والبوم، وعن طريق المافن كلين انستول كريت للايه التارجت صح؟ اهو عملنا كوبي للسورس في الستودنت سورس، قلنا احنا عملنا فولدر ده اسمه ستودنت، وطب وايه عملنا كوبي جواه للسورس، عملنا كوبي جواه للبوم، عملنا المافن كلين الانستول صح؟ صح تمام. بعد كده خلاص واقفين الخطوه ديت، معانا في الفولدر الايه الثلاث حاجات دول، السورس والبوم وبابل. وبعد ما عملت مافن كلين انستول قبل ايه، قبل التارجت، حلو قوي. بعد كده عملت ايمج تانية وعملت كوبي، ركز بقى معايا، عملت كوبي للجار اللي موجوده في الستودنت تارجت اللي هي ديت، عملتها كوبي فين؟ كوبي في الستودنت، يعني حطيتها هنا. بقى اذا عندي فايل زياده اسمه ايه، اسمه student.jar. ده كله قلناه في الفيديوهات اللي فاتت، حلو. اذا المفروض الفولدر اللي هو اسمه student فيها السورس والبوم والتارجت والاس.jar صح؟ صح. وبعد كده بعمل ايه الكوماند بتاعي. لو جينا هنا عملنا open terminal، وخلينا نعمل هنا ايه، اول حاجة هقول له docker build داش تي وحديها اسم اللي هي ستودنت داش اي بي بي، واعمل دوت. هيبدا يبني لي ايه، هيبدا يبني لي الدوكر فايل بتاعي. حلو الكلام، حلو قوي الكلام. طبعا هو اول مره، اول مره يعني انا اول ما ابني الايمج اول مره خالص عملت فيها بيلد خد وقت. بعد كده لما بعمل بيلد مش بياخد وقت، ليه؟ لان في حاجه اسمها كاشد. اللاين اللي مش بيلاقيه اتغير فيه بيجيبه من الكاشد عشان ما ياخدش وقت. يعني اللاين ده اصلا احنا غيرنا في ده، لا غيرنا في ده، لا احنا مش كل شويه بنعمل بيلد. ايوه، فلما بعمل بيلد لنفس الفايل، لو اللاين ده بيمشي على لاين ايه، لاين لو لقى اللاين ما اتغيرش فيه او انت عملت عليه اي ايديتنج بيجيبه من الكاش عشان ما ياخدش وقت، لكن لو عملت عليه ايديتنج بيبدا يلوده مره ثانيه. فكله معمول له كاش كاش، وما خدش ايه، خدش وقت اهو، زيرو سكند، لانه جابه من الكاشد، هو معمول عنده فجابه على طول حطه عنده خلاص. حلو قوي كده، عملت ايه بيلد. بعد ما عملت بيلد عاوزين نعمل ايه، خلينا نعمل نرن ايه، نرن كونتينر من الايمج دي. هقول له دوكر رن، واديها اسم داش داش نيم، هديها وليكن سي او ان كونتينر، يعني هقول له داش دي عشان الديتيتش عشان ما يجيبليش اللوج او يجيب لي الران بتاع البروجكت، واقول له داش بي عشان اماتشز البورت بتاع جهازي مع البورت بتاع الكونتينر. الكلام ده كله قلناه قبل كده. وادي له اسم الايمج بتاعت اللي هي الستودنت داش اي بي بي، تمام كده. المفروض الكونتينر ايه شغال. لو رحنا نعمل تيستنج برضه نتاكد، هقول له اهي لوكال هوست اي بي اي ستودنت، اعمل ريران اهو شغال. حلو قوي كده، هو ايه، هو شغال. ايه رايك، ايه رايك لو احنا نفتح باش تانية على الفولدر بتاع الستودنت، على فولدر الستودنت، نعمل باش عليها ونشوف ايه اللي جواها. اقدر اعملها ازاي؟ عندي كوماند جميل جدا، هقول له دوكر اي اكس اي سي
يعني اكسكيوت، اعمل لي اكسكيوت. اكسكيوت على ايه يا عم؟ هقول له داش اي تي الاول، هدي له فلاج اسمه اي تي، يعني ايه؟ انتر اكتف تيرمينال، عشان يقدر يعمل لي الانتر اكتف تيرمينال بتاعتي. اي تي اختصار للانتر اكتف تيرمينال. حلو، عاوز تفتح ايه؟ عاوز افتح باش على مين؟ على الكونتينر اللي هو اسمه سي او ان اللي احنا ادينا له الاسم. هقول له سي او ان، هتعمل لي انتر اكتف تيرمينال ايه من نوع ايه باش؟ مش احنا هنا لما جينا هنا بنعمل كليك يمين جيت باش هير، افتح لي باش هنا. ايوه، في نفس الفكره، هعمل انتر اكتف تيرمينال من نوع باش على الكون اللي هو الكونتينر اللي هو معمول له ايه؟ معمول له رامينج. شايف؟ بص بقى هنا فتح لي ايه؟ فتح لي روت، ده اليوزر نيم. انت اصلا ممكن تعمل يوزر نيم وباسورد للدوكر مش مضمونه دلوقتي، بس هو ده اليوزر نيم بايه؟ بشكل ايه؟ ديفولت. تمام، لو عملت ال اس، بص لو عملت ال اس هلاقي في فولدر اسمه ايه؟ شايف؟ فولدر اسمه ستيودنت. تمام، تعال نخش جوه الستيودنت، هنقول له سي دي باك سلاش ستيودنت ونخش جواه. تمام، طبعا ال اس بتعرض لك الملفات اللي جوه الفولدر اللي انت واقف فيه. حاليا في الاول هنا انا كنت واقف في الايه؟ في اللوكال كله، فبيجيب لي كل الفايلات اللي موجود عندي في اللوكال، فلقينا في فايل اللي احنا كريتناه اسمه ستودنت وده تبعنا، عاوزين نخش جواه. عملنا سي دي باك سلاش ستودنت ودخلنا جواه. حاليا احنا واقفين فين؟ واقفين فين؟ في الفولدر بتاع الستودنت. تمام، عاوزين نشوف جوه الستودنت، نعمل ال اس. بص بقى هنا لما عملنا ال اس عرض لنا ايه؟ قال لي جواها ستودنت جار. واحد يقول لي استنى، ده المفروض جواه، يبقى جواها السورس، يبقى جواها البوم، يبقى جواها التارجت والجار، فان دول. هقول لك ده اللي انا كمان ما فهمتوش غير بعد محاولات كتيره، ولقيت ان احنا بعد ما عملنا هنا اول ايمج وهندلناها، بعد ما عملنا تاني ايمج عمل اوفررايد على كل الفايلات اللي فوق وحط بس الجار في الاخر. يعني هو عمل ايه؟ احنا الاول حطينا السورس، حطينا البوم، وبعدين عملنا مافن كلين ستون. لغايه الخطوه ديت الفولدر بتاع الاستودنت هو فعليا بيحتوي على دول بس. تمام، اذا الفولدر فيك ده. تمام، لما عملت ايمج تانية وبدات اجيب ايه؟ اجيب الجار بتاعتي منين؟ من التارجت اللي هو هنا، وقلت له حطها لي هنا، لغى ده كله اكنه عمل اوفر رايد على ده كله وحط الايه؟ الجار في الاخر. فعشان كده انت ما انتش غير الستودنت دوت جار. حلو، طب ايه رايك؟ ايه رايك بدل ده كله؟ تمام، انا بس ايه، خلينا ايه نعمل حركه تانية نتاكد بيها من الكلام ده. ركز ايه، ركز معايا. انا هكون جاهز هنا بالتارجت بتاعي، هكون جاهز بالتارجت. تمام، بحيث ما اعملش دول خالص، انا مش هعمل دول خالص. حلو، فانا هعمل ايه؟ هاخد دول كده كوبي اهم واقول له فروم اوبن جي دي كي. حلو، وبعد كده هاخد دول احطهم فين؟ احطهم هنا كده. بقول له ايه؟ بقول له هات لي الايمج بتاعت الجافا. حلو، بعدين اعمل لي كوبي للسورس في الستودنت سورس. حلو، والبوم في الستودنت. حلو، وايه تاني؟ طبعا انا جايب السورس، بص انا جايب السورس منين؟ اقول له اعمل لي كوبي للسورس، اعمل لي منين؟ اعمل لي من هنا. يبقى السورس خدته هنا حطيته في الستودنت سورس اللي هو ده. حلو الكلام، ركز بقى معايا كده، السورس معايا. تمام، هات لي البوم اكس ام ال من هنا، حط له في باك سلاش ستودنت اللي في الكونتينر. تمام، مش هجيب بقى التارجت، لا التارجت مش هجيبها. امال هعمل ايه؟ التارجت انا مجهز بيها لوكال اهو، فهقول له، هقول له بقى ايه؟ اعمل لي كوبي، اعمل لي كوبي بقى لايه؟ هقول له اعمل لي كوبي للتارجت. بص بقى ركز معايا، باك سلاش تارجت للجار ديت. اذا كده هو هيعمل ايه؟ اعمل لي كوبي للباك سلاش تارجت، الجار اللي جواها هيخش جوه التارجت، يجيب الجار اللي جواها، اعملها لك كوبي في الاستودنت باك سلاش مين؟ باك سلاش
نفس الاسم مفيش مشكلة، أو خليها استوديو تجار، هخليها استوديو تجار بس باسم مختلف، أكن عملت رينيم للإيه؟ للاسم. كده هو هياخد الجار ديت يحطها في الكونتينر عندي از ستودنت جار، غيرت بس اسمها، واخلي الاكسبوز واخلي الانتري بايت. كده انا بدل ما كان هو بيعمل المافن جوه الكونتينر ويعمل مافن كلين انستول، لا انا متحضر بالكلين انستول وعندي الجار، هيبدا يعمل لي كوبي لكل الفايلات عندي ويرن الايه؟ ويرن الكوماند بتاعي. اذا كده عملت كوبي للسورس وده وده واكسبوز 80 80 والانتري بوينت ده، تمام. في مشكله؟ مفيش اي ايه اي مشكله. خلينا نقفل التيرمينال ديت، هقول له ماشي ترمينيتد، وخليني برضو بس امسح كل الايه الدوكرز اللي عندي. انا اول حاجه ممكن اعمل دوكر ستوب الاول او ار ام اسم الكونتينر اللي كنا عاملينه سي او ان، صح؟ واقول له ايه؟ طبعا ايرور لان هو معمول له راننج، ما ينفعش تعمل له ريموف وهو معمل له ايه؟ وهو معمل له راننج. تمام. كان فيه فلاج كنا ممكن نديه داش اف، لو عملنا داش اف في الاخر معناها ايه؟ معناه اعمل لي ستوب الاول وبعدين اعمل لي ريموف، فما اعمل انتر هيقول لك تمام. ليه؟ عمل له ستوب الاول وعمل له بعد كده ايه ريموف، ما ينفعش اعمل ريموف لكونتينر هو ايه؟ هو شغال. انا عندي التو لاين دول بستخدمهم على طول عشان اعمل ريموف لكل الكونتينرز اللي عندي. تمام؟ هو اصلا ما فيش كونتينرز خلاص موجوده. وبرده هروح اريموف كل الايمج اللي عندي عن طريق الايه؟ الكوماند ده. تمام. كده ما عنديش ولا ايمج ولا كونتينر. حلو. هروح هناك كليك يمين open in terminal واقول له docker build dash dash name، هقول له student dash abb، مفيش dash، مش dash dash name، اسمها ايه؟ dash dash f، ركز معايا، dash f ولا داش تي؟ داش اف، خليها داش اف دلوقتي. تمام. واحول له دوكر بيلد داش اف، هسميها ستودنت اي بي بي دوت، طبعا مش داش اف، داش اف غلط. تمام. كانت اسمها داش ايه؟ انا مش فاكر الحاجات دي، عاوزه واحد يتعود عليها كتير عشان يبدا يتعود عليها من حيث ايه؟ من حيث الكتابه. تمام. كانت طب داش تي مثلا. تمام داش تي، جميل داش تي عشان ليها اسم. تمام كده بقى عندنا ايه؟ الدوكر ايمج. لو عملنا دوكر ايمج او ايمج، هنلاقي ايه؟ ستودنت اي بي بي من 12 ايه ثانيه. تمام. نعمل ران لكونتينر من الايمج ديت، هنقول له دوكر داش داش نيم، هنديها اسم اللي هو سي او ان، وخليها ستودنت داش سي او ان. حلو. واقول له ايه؟ اسم الدوك، اسم الدوك الايمج بتاعتي ستودنت اي بي بي اهي. حلو. في مشكلة؟ في عندنا مشكلة. دوكر داش داش نيم ستودنت كون دوكر، دوكر ران، نسينا ران. تمام. طبعا نسينا نعمل ايه؟ نسينا نعمل داش دي، شايف ما عملناش داش دي؟ لما ما عملناش داش دي رن لي ايه؟ رن لي البروجكت كاني برن البروجكت عادي جدا. مش مهم، خلينا نفتح باش تانية ونبدا نعمل الاكسكيوت على الباش على الكونتينر اللي شغال. فانا هقول له دوكر اي اكس اي سي داش اي تي عشان انتر اكتف تيرمينال، على الستودنت داش كون الكونتينر اللي شغال، واقول له اعمل لي ايه؟ الباش. دخلني جواه اهو، نعمل ال اس
نخش سي دي، نخش جوه الستودنت اهو، نعمل ال اس، هو ما لقاش الستودنت اصلا. سي دي يا جماعه، سي دي مش سي دي، هقول له سي دي باك سلاش ستودنت اهو، دخل كده جوه الستودنت، نعمل ال اس. بص بقى، بقى عندي هنا الستودنت دوت جار، البوم دوت اكس ام ال، السورس. شايف هنا كل الفايلات موجودة ليه؟ لأن أنا هنا استخدمت ايمج واحدة واشتغلت على الكوبيز، لكن لما استخدم اتنين ايمج، بعد ما استخدم أول ايمج وتيجي تستخدم تاني ايمج، بيعمل اوفر رايد على الفولدر اللي أنت عملته إيه فوق. فدي حاجة من الحاجات المهمة، أنا بس حبيت أوضح لك ده كله، لأن الحاجات ديت يا جماعة مهمة جدا إنك تكون فاهم كل حاجة ماشية إزاي. في أي مشكلة في اللي إحنا قلناه؟ مفيش أي مشكلة خالص في اللي إحنا قلناه. جميل جدا بقى، وركز معايا في اللي جاي. طيب دلوقتي عاوزين نتكلم عن حاجة تانية. لو أنت دلوقتي عملت كوبي للسورس عندك في الكونتينر بتاعك في الاستيدنت، وبعد كده رجعت عملت كوبي للبوم عندك في الكونتينر بتاعك، صح؟ ورجعت عملت جبت الجار اللي جوه التارجت وعملتها في الكونتينر بتاعك. تخيل معايا انك انت دلوقتي عاوز في كمان فايلات عاوز تحطها عندك في الكونتينر بتاعك. يعني تخيل كده في 50 فايل كمان عاوز تنقلهم من هنا لمين؟ للكونتينر بتاعك هنا. هل انت كل مرة هتقعد تعمل كوبي لكل فولدر لوحده او لكل فايل لوحده؟ يعني هتقعد بقى تعمل 50 سطر، كوبي الفايل كذا لهنا، كوبي الفايل كذا لهنا، كوبي الفايل كذا لهنا. طب افرض عندك 50 فايل، ولا عندك 100 فايل، او عندك فايل كتيرة، هل ده ايه؟ هل ده منطقي انك تقعد بقى تكتب 50 سطر او 1000 سطر، كل سطر تقول له كوبي كذا في كذا؟ لا طبعا. عشان كده بنعمل ايه؟ عشان كده الناس ساعات بتروح عامله ايه، تلاقي حد عامل كده كوبي دوت دوت، يعني ايه؟ يعني اول. تمام، تعال نقرا كوبي اول، اذا كوبي كل اللي عندي فين؟ عاوز اعملها في الايه، في الفولدر اللي اسمه ستيود. شايف كوبي دوت باك في الباك سلاش ستودنت كده، هيروح يجيب كل الفايلات يحطها في باك سلاش ستودنت. ده لو عندك اكتر من فايل انت محتاج تنقلهم عندك. ركز معايا كويس في اللي جاي، ركز معايا كويس قوي في اللي جاي دلوقتي. طيب لو جينا، خلينا بس دلوقتي نروح، مفيش كونتينر بالاسم ده، كان اسمه ستودنت كون داش كون، انا هوقفه واعمل له ريموف شوف عملت الريموف تحت، هتلاقيه طلع ازاي، طلع من ايه، من الرانينج. لو انت اللي هتسترجع الفيديو هتلاقيه طلع لوحده. تمام، خلينا ايه، نمسح كل الكونتينرز اللي عندنا ونمسح كل الايمج اللي عندنا. حلو قوي، تعال نعمل تاني ايه، تعال نعمل بيلد اهو. هعمل ايه، هعمل بيلد اهو. وركز معايا، بص الكاشد، شايف الكاشد، السورس ستودنت سورس ده ما اتغيرش فيه، صح؟ ايوه. طيب وده برضو ما اتغيرش فيه، وده برضو ما اتغيرش فيه، اذا التلاته دول ما اتغيروش فيه، لكن بعد كده اتغير، فالكوبي بدأ ايه، يعمل لها راننج عادي لانها دي اتغيرت. وادي اهو بيقول لك اكسبورتنج لاير، اما اتكلمنا على موضوع اللاير في الايمج. حلو الكلام، حلو الكلام. لو رحنا، خلينا في ديت، خلينا نروح نرن الايه، الايمج بتاعتنا، او نرن كونتينر من الايمج. ادي له هنا بقى المره دي داش دي عشان ديتاتش،
تمام، مش مهم البورتس دلوقتي، مش هتست دلوقتي. تمام كده، هو ايه؟ هو رانينج. تمام، لو رحت، قلت له ايه؟ عاوز اعمل دوكر اي اكس اي سي دوكر اكسكيوت، اقول له داش اي تي انتراكتيف تيرمينال على مين؟ على ستودنت داش كون الباش. تمام، دخلني، هعمل ال اس، هلاقي الستودنت، هقول له سي دي باك سلاش ستودنت واقول له ال اس. بص شايف دلوقتي عمل لي ايه؟ نقل الدوكر فايل والهيلب دوت ام دي والستودنت يامن، تمام، ومين والجار وكله. طيب دلوقتي دي كلها فايلات نقلها لي، دي كلها ايه؟ دي كلها فايلات نقلها لي. طيب انا مثلا، ده فور اكزامبل، هو حاسس طبعا البروجكت انت شغال عليه، انا محتاج مثلا السورس بس والبوم والستيودنت جار والدوكر فايل، مثلا محتاج اللي هما دول سورس والبوم، او خلينا نقولها بشكل تاني افضل، انا دلوقتي انا حاليا محتاج كل الفايلات ديت ما عدا الستيودنت دوت اي ام ال والهيلب دوت ام دي والام في ان دبليو، انا مش محتاج، ودي كمان انا مش محتاج ديت ولا ديت ولا ديت ولا ديت. تمام، نعملها ازاي؟ انا دلوقتي مش محتاج، انا لما عملت كوبي لدوت في كل في الستودنت، اعمل لي كوبي لكله داخل فولدر الستودنت، جاب لي كله وعمل لي كوبي جواه. طيب انا دلوقتي طبعا ما كل الفايلات اللي بتعمل لها كوبي دي بتاخد وقت، اكيد بتاخد وقت وهي بتتنقل من هنا لهنا، صح ولا غلط؟ من هنا لهنا، من هنا للكونتينر بتاعي بتاخد وقت اكيد. تخيل بقى ده 50 فايل، وكل فايل مثلا ليه سايز كبير، فاكيد ده هياخد وقت مني وانا بعمل بيلدينج. فاحنا عاوزين نبني الدوكرايز بتاعتي بحيث ما ياخدش وقت في فايلات انا مش محتاجها. حلو، فاكرين في الجيت هاب؟ في الجيت هاب او هنا اهو، احنا في الجيت هاب اهو، شايف احنا في الجيت هاب اهو، والله بالصدفه في الجيت هاب احنا في فولدر اسمه داش جيت اجنور. داش جيت اجنور ده بيكون فيه كل حاجه انت مش عاوز ترفعها على الجيت هاب وانت بتعمل بوش. يعني احنا حاليا لو رحنا على الجيت هاب ورحنا في الايه، في الكودينج بتاعنا، بص عندك مثلا قلت له في الدوت جيت اجنور، قلت له الهيلب دوت ام دي اللي هو الفايل ده مش عاوزه يترفع وانا بعمل بوش، تعالى كده نشوفه، مش هتلاقيه موجود. هو اهو الهيلب دوت ام دي جنب مين؟ جنب الفولدرات اللي هي السورس ودي، هل هي موجوده؟ لا. ليه؟ لان انا قلت له انا مش عاوز ارفع التارجت، هل التارجت موجوده؟ لا مش موجوده. ليه؟ اهو ليه؟ لان انا قلت له ما ترفعها ليش، وهكذا. اذا زي ما في فايل اسمه دوت جيت اجنور، في فايل تاني متعرف عليه اسمه ايه؟ اسمه دوت جيت، قصدي دوت دوكر دوت ايه؟ دوت دوكر اجنور، بس طبعا بيكون ليه اسم معين لازم تكتبه ايه؟ لازم تكتبه بيه دوت، ادي اسمه طبعا اجنور، هو نفس الاسم، هو نفس الاسم بتاع دوت جيت اجنور، بس بدل الجيت هتقول دوكر. تمام، فيها مشكلة؟ مفروض هو ايه؟ المفروض اصلا يكون هو متعرف عليه دوت جيت اجنور دوكر اجنور. تمام، تعالى كده نشوف هنا دوكر فايل
تمام. هنا اهو دوت دوكر اجنور عملناه من نوع دوكر فايل. حلو قوي. لو جينا هنا قلنا له احنا مش عاوزين مين؟ احنا مش عاوزين الام في ان دبليو، فهقول له ام في ان دبليو وانزل لاين. في مشكلة؟ مفيش أي إيه؟ مفيش أي مشكلة. جميل. طبعا هو هنا هيجيب ايرور. طيب خلينا كده بس نمسحه تاني كده ونعمل كليك يمين تاني نيو فايل وأقول له دوت دوكر دوكر ايه اجنور. تمام. حلو الكلام. لو قلت له ام في ان دبليو برضه هيجيب ايرور، هيقول لك ايه؟ هو عاوز فروم، اكيد هيكون عاوز فروم. اه كده هو اتعرف كانه دوكر فايل، بس انا مش عاوز دوكر فايل. هقول له مارك از برين تكست. تمام. وخلينا نعمل ايه؟ نقول له ام في ان، خلينا بس نشوف ده من نوع ايه. هقول له اوبن ان اكسبلورر، ده من نوع تكست دوكيومنت. تمام، يبقى هو تكست. تمام، تعال نكمل. هنقول له ام في ان دبليو مش عاوز الفولدر ده او مش عاوز الفايل ده. تمام. مش عاوز ايه تاني؟ مش عاوز الهيلب دوت ام دي. هقول له الهيلب، طبعا لازم بالكابيتال بكل حاجه، دوت ام دي. مش عاوز ده اللي هو الام في ان دبليو دوت سي ام دي. حلو. مش عاوز الستودنت اي ام ال اهو. حلو. ممكن كمان نقول مش عاوزين مين؟ تعال كده نشوف هو حط هنا ايه؟ حط هنا. تمام. ممكن نقول مش عاوزين مثلا التارجت، مش عاوزين التارجت. التارجت كنا عاوزين منها بس الجارة وخدناها. مش عاوزين ايه؟ مش عاوزين التارجت. فهقول له الداركت، بس لازم احطها قبلها ايه؟ قبلها باك سلاش، بدل الفولدر حط قبلي باك سلاش. خلينا الخمسة دول مش هحتاجهم. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب لو رحنا، لو رحنا وقفنا كل ده، وقفت الدوكر عم تري ريموف، هعمل ريموف لكل الكونتينر وكل الايمج. تمام خلاص خلصنا. تعالى هنا. تمام طلعنا من ديت خلاص. حلو. تعالى هنا نفتح التيرمينال. تمام. نعمل تاني نفس الخطوات. هنعمل ايه؟ بيلد. اول حاجة البيلد اهو. عملت بيلدنج. تمام. في عندنا مشكلة. ايه المشكلة اللي عندنا؟ بيقول لك ايه؟ مش قادر يكوبي التارجت ده، مش قادر يعملها كوبي. ليه؟ بيقول لك فيلد نوت فاوند، مش لاقيها. مش لاقيها ازاي يا عم وهي موجوده اهي. طيب خلينا كده نعمل كلين وبعدين نعمل انستول تاني اهو. تمام. ونفتح ايه؟ ونفتح التيرمينال مره تانيه. حلو خلاص مافن كين انستول. تمام. نيجي نعمل تاني الكوماند بتاعنا اللي هو دوكر بيلد، برضه مش شايفه. طيب لو شلنا التارجت من هنا وجينا نعمل تاني البيلد بتاعنا، تمام شايف؟ شايف.
لما شلت من هنا التارجت قدر يعمله ليه؟ لان انا لما كنت حاطط التارجت الجيت اجنور بتقول لك ايه، ده مش معايا، ده ما انا شايفه مش معايا. فهو لما كان بيروح يعمل كوبي من التارجت في الاستودنت، هو جيت اجنور بيقول له ايه، بيقول له انا مش شايف ده، اكنه مخفي، اكنه مش موجود اصلا. لما شلتها الدنيا اشتغلت تمام. عملنا بيلد، عملنا بيلد، نعمل ران. واحنا بنعمل ران ما تنساش تحط داش دي عشان دي تتش كده. عملت ران، هروح هناك افتح باش على الكونتينر بتاعي واعمل ال اس، اخش على السي دي باك سلاش ستودنت، اعمل ال اس، وتعالى نشوف هل الام في ان دبليو موجود؟ لا. هل الهيلب دوت ام دي موجود؟ لا. هل الام في ان دبليو موجود؟ لا. هل الستودنت دوت اي ام ال موجود؟ لا. ولو كنت عاوز تعمل اجنور للدوكر فايل برضه مفيش مشكله. اذا ده بيقول لك، او السيناريو ده بقوله لك ليه؟ بقوله لك عشان ايه؟ عشان لما حضرتك يبقى عندك 50 فايل وتعمل كوبي في فولدر معين، لما تعمل كوبي في فولدر معين وعاوز تجنور خمس ست فايلات، تروح عامل فايل تحط فيه اسماء الخمس فايلات او الاربع فايلات بتوعك ويعمل لهم اجنور. لان مش طبيعي لو عندي 50 فايل هقعد اعمل كوبي كذا في كذا 50 مره او 100 مره او 1000 مره حسب عدد الفايلات اللي عندي، لا طبعا. اذا الصح انك تعمل كوبي للكل وتعمل لهم اجنور، وتعمل اجنور للي انت عاوزه فايل تاني وهو يقدر يعمل لهم اجنور. هل الموضوع ده فيه اي مشكلة؟ ما اعتقدش ان فيه اي مشكلة نهائي. اتمنى يا جماعة يكون الفيديو واضح. قبل ما انهي الفيديو طبعا كليك يمين، جيت اد، جيت كوميت، تمام. هنقول له دوكر، دوكر ايه، اقول له دوكر جيت اجنور، جيت اجنور، في مشكله؟ ما فيش اي ايه، خلي دوت في الاول كمان اهي، كوميت اند بوش، بوش هيخلص يعمل بوشنج، هروح هناك اعمل ريلود، هلاقي 4 كوميت، ما فيش مشكله وكله تمام، 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك ده تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.